وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. هذه مسألة رؤية الله جل وعلا. رؤية الله، هل الخلق يرون الله عز وجل أو لا يرونه؟ الجهمية والمعتزلة والأشاعرة كلهم ينفون الرؤية ويقولون إن الله لا يرى، إن الله لا يرى، لأن الرؤية للأجسام، ويقولون الله غير جسم فهو لا يرى، وينفون الرؤية بتاتا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، ينفونها في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله العافية.